أول شيء بما يخصني أنا شخصيا، في شغلة لازم تعرفوها كثير منيح، وأنا بقول الحقيقة وكل اللي بيعرفني بيعرف إني بقول الحقيقة. أولا أنا والوزير جبران باسيل في علاقة ود ومحبة وثقة واحترام متبادل. نعم. وزير باسيل هو رئيس التيار الوطني الحر وأنا نائبه، يعني هو بالتراتبية رئيسي. أنا بحكي خطاب تيار الوطن الحر وما يمليه التيار الوطن الحر من سياسة على المجلس السياسي وعلي أنا. أنا ما بزيح عن خطاب التيار الوطني الحر، وأنا إذا بزيح عن خطاب التيار الوطني الحر بيطلب مني الوزير جبران باسيل إني ما أعمل هيك، ما بعمل هيك، ما في أي إشكال أنا وياه، بالعكس في ثقة كتير كبيرة، وأنا عندي ثقة كتير كبيرة فيه وهو عنده ثقة كتير كبيرة فيه. طلب ما في ولا مرة صار أي إشكال، وهيدي خبرية حاله في 8 أدار و14 أدار مشان التعرض للتيار الوطني الحر والتعرض لترابط وصلابة التيار الوطني الحر هو كلام ذر رميت في العيون ما بيوصل لولا محل. بجميع الأحوال معي أنا التزامي بالتيار الوطني الحر هو التزام مطلق. طيب. ومش ممكن ولا مرة ولا بأي ظرف أنه أعمل شيء لعرض التيار الوطني الحر ولعرض رئيس التيار الوطني الحر. أنا ما حدا بيقول لي لأقول هيك لأحضحها، أنا ما حدا بيقول لي روح أقول هيك طلع على التلفزيون أقول هيك، أبدا ما حدا بيقول لي. أنا هلأ قلت لي إذا بدك تطلع قلت لي لا، بعدين فتت على جروب سمعت إنه حدا عم بيقول إنه في مشاكل بيني وبين الوزير جبران باسيل، أحوز على سوق ثقته مشكورا، وهو طبعا رئيس التيار يحوز على ثقتي وثقة الأغلبية الساحقة من مناصري التيار الوطني الحر ومن حزبية التيار الوطني الحر. كل كلام غير هيك أضغاث أحلام. أوكي. يعني في بيقولوا قال الجاهل في سره ليس إله. طيب. قد ما بدهم يحلموا يحلموا، نحن هون وباقيين هون وبتقدم مضطرد. دكتور ناجي بس سؤال، يعني ولا مرة طلب منك أنا ما بدي هالقد، يعني 20 مرة طلب مني ما تقول هيك، وقت اللي بيطلب مني ما بقول ناجي هيك. ناجي هيك. ناجي هيك. ناجي ما بدي هالقد، يعني هو هو اللي عم بقوله انا قريته، لانه انا مش عم بقول عندك طبعا انا فهمني انت حسيت انه مدري شو مسيطر على التيار وعمل هذا ما بيعنيني، هذا ما بيعني، انا عم بقول انه كلام ذره فهمني شوي مضبوط. طب فهمني شوي، ما بدي انا قلت عنك هيك فيك تقول لا، بس انا عم بقول انه انا هذا كلام سامعه على السوشيال ميديا خلص، انه انت عم تقول خلص ما بدي هالقد، فهمت بس زال، يعني انا ماني فايد كلمه، انت قلت كلمه انا مش عم جد عليك خلص اوكي، انا هذا عم بقول خلص اوكي مش اوكي عليك انت. خلص انا عم بحكي على الموجات اها، هي لانه مطروحه يا نجم ما حدا صححها، يعني انا استندت عليها اعتبرت قائمه، بس كيف انه انا ما حدا بددها قائمه بالكامل، غير قائمه بالكامل خلص. طيب لو كان في الله يوفقك باجتماع اللجنه الخماسيه كنت موجود عند الرئيس هون وعند الوزير جبران باسيل، لو لا كان في اي اشكال كون انا موجود هون، هيدي و100 شغله غير هيك اشياء. نعم انا استغربت لحظه لانه بعرف الكلام اللي حمله لامريكا ناجي. إيه؟ ناجي حمل كلام على امريكا، شو حمل كلام هو بيعرف استشهاد كبيره، شو حملت كلام سألني شو حكي على امريكا من الاستشهاد من جبران باسيل، شو حملت امريكا الكلام اللي بيحكي التيار الوطني الحر شو يعني شو حملت لانه بس انه شو حملت رساله لامريكا، لا بس ليش عم لحظه شوي ليش عم بتذكره برسائله لامريكا، شو حملت شو هن الرسائل، عمل لقاءات مع مسؤولين وقال لهم التيار منفتح على الجميع وهو بمسار جديد، يعني اللي قبل شوي عم بس التيار منفتح على الجميع ونحن بنحكي مع كل الناس بدك مع مسؤولين امريكيين وحزب الله اللي جزء من النسيج الوطني اللبناني، ونحن مثل ما قلنا قبل بعدنا بنقول هلا نحن بنرفض نقاطع حدا، نحكي مع كل الناس ويلي بيعرف السياسه ويلي وطني بيعرف انه هو المفروض يحكي مع كل الناس حتى لو مختلف هو وياهم، حتى لو نحن كنا بالحرب مختلفين ونقتل بعضنا وفي لجنه امنيه ولجنه ما بعرف شو، بس ليش كانوا عم يوحي انه حكي شيء عن حزب الله وجبهه الجنوب يعني؟ لا لا انا لانه بقصده انه هو يعني بالمنحة اللي عم بقوله بعيد عن هذا الكلام اللي له علاقه بالحزب، انه هو عنده الخيار المختلف اللي خلي يعني انا سمعت على السوشيال ميديا وقريته هو عم بقوله عم يعترف فيها لاني انه في حمله
انا اخذت بواقع الحمله واعتبرت انه لانه نجي حايك بهذا الخيار، ما بدي اقول يمين ويساري، نعم اليمين المتشدد، اعتبرت انه بعد ما صار في يعني هذا الوضع هو ابتعد. يعني اخذت بكلام ال طيب. لكن هيني هذا هيني هيني طيب هيني توضح هيني هذا الموضوع هيني. لا انا قصدي الرسائل اللي حملها لامريكا يا استاذ سيموكا. طب بس بعد شغله بعد شغله بعد شغله النائب الياس بو صعب شو صار؟ خارج التيار ليه؟ بطل حزب بالتيار. ايه ليه؟ هلا يعني قصدي صدر قرار رسمي عن من بداية الشهر؟ هيدي بتصير بمحل انا مني شيء يعني هيدي الالية انا ما بعرف شو صار. اوكي، بس انه عم بتقول انه ايه مضبوط الخبر. مضبوط ايه. انه صدر قرار مؤخرا، ما هيك؟ بطل بالتيار ايه، بس ما عندي تفاصيل شو صار. نعم. وكيف ما عندي. نعم. بس على حالي احكي عن شغلي ما بعرف. شكرا لك دكتور ناجي حايك على هذه المداخلة. اهلا وسهلا. باين باين استاذ.